قبل ما نجيب البريك الارتري، قبل ما نجيب البريك الارتري اللي هو لتحت، هنراجع مع بعض كده الاناستموزس الموجود حوالين الاسكابيلا. احنا اتكلمنا قبل كده زمان انه في اناستموزس بيبقى موجود حوالين الاسكابيلا وبيشارك فيه ثلاث شرايين، الشريان اللي فوق اللي هو سب سوبرا اسكابيلار ارتري اللي هو ده، سوبرا اسكابيلار، سوبرا اسكابيلار اللي هو بيعدي على ليجامنت هنا اسمه الاسكابيلار ليجامنت او السوبرا اسكابيلار ليجامنت، بيعدي من عليه وبعدين بيخش في الفوسه دي اللي اسمها سوبرا سبينيدس فوسا، وبعدين بيخش هنا في نوتش تسمى الاسباينو سباينو جلينويد نوتش، وبعدين بينزل في الانفرا سبينيدس فوسا، وبيقابل طبعا الايه السيركمفليكس اسكابيلار ارتري، وبيقابل كمان اللي هو الديب برانش، الديب برانش اوف ذا ترانزفيرس سيرفيكال ارتري لو انت فاكر. والديب برانش اوف ذا ترانزفيرس سيرفيكال ارتري هو والسوبرا اسكابيلار ارتري كانوا برانشات اصلا من الثايرو سيرفيكال ترانك اللي هو كان طالع من السب كليفيان ارتري. بينما السيركمفليكس اسكابيلار ارتري، السيركمفليكس اسكابيلار ارتري ده شريان من السب اسكابيلار ارتري اللي هو برانش من الاكزيلاري ارتري. الثلاث برانشات دول هنا بايه؟ بيشاركوا في الاناستموزس بتاع الايه؟ بتاع الاسكابل. طيب ده كده كان اول اناستموزس اخذناه، اخذنا اناستموزس كمان اللي هو بيبقى حوالين السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس، واتفقنا مع بعض انه بيشارك في الانتيرو والبوستيرو سيركمفليكس، الانتيرو والبوستيرو سيركمفليكس هيومرال ارتري اللي هم الشريانين دول بيلف حوالين السيرجيكال نيك. وزمان بقى لو انت فاكر كان كمان هنا كان الشريان بتاع البروفاندا، اول مره كنا نسمع عن البروفاندا او تاني مره، البروفاندا براكي ارتري اهو، ادي بروفاندا براكي ارتري كان بيطلع اسندنج برانش، ascending branch of the profunda brachii. خلاص كده يبقى انت عندك الايه الانتيرور، خلي بالك بقى اللي انا مش شايفه الانتيرور، ها ان انا ببص من ورا، خلاص الانتيرور سيركمفليكس هيومرال والبوستيرور سيركمفليكس هيومرال، ادي واحد ادي الثاني، والاسندنج برانش، الاسندنج برانش اوف ذا بروفاندا براكيي ارتري. وخلي بالك ان الثلاثه دول كده بيشاركوا في الاناستموزس الموجود حوالين الايه الموجود حوالين السيرجيكال نيك. طيب مين ده بقى الموضوع الرئيسي بقى؟ طبعا ده كان يعتبر الثيرد بارت، خلي بالك الانتيرو بوستيرو سيركمفليكس دول بيطلعوا من الثيرد بارت اوف ذا اكزيلري، يعني في نهايه الاكزيلري ارتري. خلاص وبعدين عند اللور بوردر اوف ذا تيرس ميجور بيبدا البريك الارتري. طيب البريك الارتري زي ما قلنا بيدي مجموعه من الابناء، تعال ناخد كده الابناء بتوعه بس من ورا بقى، نفس الابناء اهو. بص اول واحد الابن الاكبر اللي هو البروفاندا براكي ارتري، واخد بالك؟ وده بقى اللي هنا واضح اهو لان هو موجود ناحيه ورا، بالك البروفاندا براكي ارتري ماشي. وعندك كمان بقى اللي هو بيبقى ناحيه الالنا في سوبيرو النر كولاترال، وبمناسبه في واحد تاني اللي هو بيبقى تحت هنا اهو، يعني لما ننزل تحت هنبقى نشوفه اللي هو الانفيرو النر كولاترال. خلاص كده وعندنا كمان النيوتريانت اللي هو بيروح يغذي الهيومرس. يبقى انا عندي كام برانش؟ قلت والله عندي اربع برانشات، عندي الابن الاكبر اللي هو البروفاندا، عندي اثنين النر، واحد سوبيرو وواحد تحت انفيريور، خلاص كده، وعندي الايه النيوتريانت. يبقى دول الاربع ابناء بتوع مين؟ دول الاربع ابناء بتوع الايه البريكيال ارتري. نيجي بقى لابنه الكبير اللي هو البروفاندا، البروفاندا براكي ارتري. طبعا زي ما احنا شايفين ادي الايه البروفاندا، ادي البروفاندا براكي ارتري. اول ابن سمعنا عنه في البروفاندا براكي ارتري اللي هو الاسندنج برانش ده اللي هو بيروح ناحيه السيرجيكال نيك. خلاص كده تاني ابن يمكن قلناه المره اللي فاتت اللي هو الريديال، الريديال كولاترال. خلاص كده طيب الابن بقى اللي احنا ما سمعناش عنه قبل كده الميدل، الميدل كولاترال. خلاص كده لو كان الالنر كولاترال او السوبيرو النر كولاترال بينزل على الميدل، على الميديال، على الميديال او ناحيه الميديال، والريديال كولاترال ده هيشوف دي الميديال، هنا الاسكابل يا شباب واخد بالك، وهنا قلنا البريكال ارتري بيبقى ميديال بالنسبه للهيومرس، فهنا ده الميديال. فالالنر كولاترال اللي هو بيبقى ناحيه الالنا بيبقى ميديال، خلاص كده، والريديال كولاترال بيبقى نازل لاترال، فان الميدل بيبقى في النص، خلاص كده، عشان كده بياخد ليه لقب الايه الميدل. خلاص كده والاهم من الاسم والكلام ده انك تبقى عارف انه الريديال كولاترال والميدل كولاترال، الميدل كولاترال والريديال كولاترال الاثنين دول هم ولاد مين؟ ولاد الايه البروفوندا، البروفوندا براكي، هم احفاد البريكيال، يعني هم مش ولاد البريكيال، هم احفاد البريكيال. خلاص كده يبقى انت مهم قوي تبقى عارف ان البروفوندا براكي له ثلاث ابناء، ابن اسمه الاسندنج بيشارك في الاناستموز حوالين السيرجيكال نيك، وابنين تانيين واحد ناحيه الريديال، ريديال كولاترال، والميدل اللي هو في النص. خلاص كده ميدل كولاترال، تمام كده. طبعا سؤال، طبعا انيوميريت ذا برانشز اوف ذا بريكال ارتري ده سؤال يعني مهم جدا بتحرق بيه كتير جدا. انيوميريت ذا برانشز اوف ذا بروفاندا براكي برضه، يعني ممكن يجي يطلب الاب اللي هو البريكال ارتري برانشاته، وممكن يجي يطلب برانشات البروفاندا براكي. ده اسئله كتير مقاليه، دي اسئله ممكن ثلاث اربع درجات يعني. برضه عندك هنا برضه ممكن تلاقي سؤال برضه طبعا مقالي اللي هي الاناستموزس الموجوده حوالين الاسكابيلا، بتقول برضه البرانشات السوبرا سكابيلار سيركمفليكس اللي هو الديب برانش اوف ذا ترانزفيرس سيرفيكال، الاناستموزس الموجوده حوالين السيرجيكال نيك، انتيرو بوستيرو سيركمفليكس هيومرال، والاسندنج برانش اوف ذا بروفاندا براكي. كده انت عندك في الصوره دي بس كده اربع اسئله، اناستموزس حوالين الاسكابيلا، اناستموزس حوالين السيرجيكال نيك، برانشات البريكال.